يعطيكم العافية شباب. أنا على المغارب هالساعة، وأجاني على المغرب سكسفوني أصفر هيو خالط معي، حط هالساعة نص السطح نص السطح حط ورد قام. تعي 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 هيا يا إخوان، ماسك بنص الحمام. تعي 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 هيك الحمام هيك غلط حطتها طبعا، بس يلا خليها تكشف الرفصة، بس شوف كيف قلبت فيه. هيا اخوان طلع براسها، هيا 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 براسها. تعي 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 هنجرب. اللهم رب هذه، هيا هيا اخوان، هيا 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 دب 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 دب. اول واحد، اول ثاني واحد شايفينه، هيا هيا نزل على السطح، هيا على الخش يا شباب، هيا شايفين هذا هو. اوبا علقت رجله بشي، هيا انسى يا اخوان، واقع ما ميت من التعب. شوف هيا اخوان، تعي تعي اخوان، ترى قاعد قاعد هو الطير قاعد، هسه بعشيه وبحبسه عشان مبين عليه انه. تعي 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 شوف، والله تقول الي يا اخوان، والله تقول انه الي. هيو شايفينه، تعي 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 تعي. طبعا انا قاعد بنزل فيديو هسه على اليوتيوب تبع اليوم، سبحان الله مش راح اقدر انزلكم اياه هذا اليوم، بنزله بكره يعني، راح ينزل بكره على الفيديو تبع بكره ان شاء الله. هذا هو الطير، هو سكسفوني وايش مش عارف، مقرفل يا اخوان. ماشي يلا بنرجع لكم. طبعا هي يا اخوان، تعي تعي تعي، طير جعان ميت من الجوع، مقتول من الجوع، حاكم على المقلب تقريبا، بس بديش افزعه. تعي 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 تعي، بديش افزعه انا. تعي 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 شايفين، خبط في المشربية هذا يا اخوان، ولو بس يمد راسه بالماي بجيبه. حمام خايفة صحيح، موعد البسة، ما هو يا اخوان الحمام خايفة، موعد البسة معروف. تعي 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 شنو من العرفات، تعي تعي بقدر اغفه، بس المشكلة نجرب. هاي يا اخوان طلعوا، ما انا عارف شو نعمل فيه، اخ مشكلة. شوف مسكت الطارة فز فزز مع الحمام. اخوان مهلوك الطير، مش قادر يحرك جناحه، شوف قاعد الطير قاعد. شوف هيا اول واحد بده يحط، اول واحد حطات. نرجع لكم بعد الإقامة يا شباب. شوف يا اخوان وينه على الخزان، هيو الخزان الابيض، بلكي اجى هسه. وقاعد الطير، بس انا متسرع على مسكته، عرفت كيف؟ انا مستعجل على اني امسكه. تعي 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 بلكي اجى. تعي 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 تع 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 اجيت احطط فيه ثالث مرة يا اخوان، لف لفة ونزل على الزينك تبع الدار هاي، واجى بده يجيني لف لفتين حوالين الدار ونزل على الخزان. لازم يجي هسه، فيش مجال. هيا اخوان على الخزان ها، يلا بس ينزل بصوركم اياه. شوف يا اخوان الدنيا اغربت، والطير كانه الي يا اخوان، الي رسمي يعني، عن جد مش طبيعي الطير. شوف هاي قاعد بوكل، طار مرتين ثلاثة ونزل هناك وطيرته وحططته وقعد الطير تمام. يعني وضعه هاي تمام ما شاء الله عليه، بس ان شاء الله ما يطلع لواحد من اصحابنا، واذا طلع واحد من اصحابنا بنودي له اياه برضه، يعني ما بتفرقش ان شاء الله، مش بيناتنا شيء. على العموم اجاني، ولا يكون اجى لناس ثاني. هي الطير قاعد بوكل، هي شايفينه اموره تمام. تقول طيري مروح لي من زمان.
بس ايش جعان كثير حرام، هاي طعميه وبمسكه واللي له طير بسال عليه، يعني مش راح نفرق كثير ان شاء الله. وعلى الاغلب لو واحد من الحاره يعني اكيد لانه كان الطير بالحاره طاير. ان شاء الله خير. بنمسكه وبنفرجيكم اخر شيء وهو في القن ان شاء الله، بس يحبس. طبعا يا اخوان هيو حبس حبس، هاي يا اخوان شوفوا ما شاء الله سكر علينا بلاش فز. تعال هاي يا اخوان ما شاء الله. هاي الطير طبعا يا اخوان يعني لازم يكون عندك انت قن فاضي حتى تحشر فيه، بس راح نحطها مؤقتا عبان ما اخلص تصوير فرجيكم اياه. وحط اخلص تصوير هاي ما شاء الله صلاة النبي نجحنا في الصيد، ونسكر عليه عبان ما اسكر احبس الحمام واخلص كل شيء بتببه وبزته مع الحمامات. وهيك بنكون صدنا اليوم على الطير على المغارب، والفيديو هذا راح ينزل مع بكره مع الفيديو تبع بكره الصبح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعطيكم العافيه حبايبنا المتابعين، اهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم فيديو جديد. طبعا امبارح صدنا الطير وطلع لصاحبنا بس مش مشكله، يعني المهم انه صدنا رجعنا له اياه. بالمناسبه راح نبلش معكم بسلسله جديده على الفراخ، هذول الفرخين قرب ان يطلعن، هذول الاثنين والثالث هذا. للي عنده فراخ ومش عارف يكرشها مش عارف شو مالها مش عارف شو يعمل فيها، راح نبلش معكم فيها من الصفر، من اول ما افكها من عند اهلي شو بعمل فيها لحد ما تشوفوها بالحمام. تمام، هاي بداية. ثانيا اليوم جانا شوية شيخ خيل من شب صاحبنا، لبست فيها الحمام وزعت هضايل علينا شوية ان شاء الله يوم الجمعة. صحيح بالمناسبة كمان يوم الجمعة نازل على السوق، اللي بحب ينزل على السوق نتلاقى معه ان شاء الله، راح نعمل فيديو بالسوق نغطي يوم الجمعة كامل ان شاء الله بالسوق. فاللي بحب ينزلنا على السوق ونشوفه ونتونس فيه ونتعرف عليه اهلا وسهلا فيكم جميعا. لبسنا الخلاخيل للحمام، طبعا هيني طعميتها نتفت خلطة هالقد، نتفة صغيرة هالقد، عشان الشباب اللي بتحكي ليش بتطعم الكش او القوية، بس يدوب طعميتها نتفة صغيرة كمشة صغيرة. تمام، وهسه راح اطلعها. طبعا ابو سميح يوم طير قبل بساعة سابقني اليوم، لان امبارح سبقته اليوم هو سبقني. تمام، هسه شوية بطلع حمامي. خليكم معنا بنفرجيكم ان شاء الله الحمام عالكم ان شاء الله، بس ان شاء الله ما تأثر عليهم الخلاخيل لانه الخلاخيل لسه يعني ما لهاش ساعة لبسيتها الحمام. تمام، بالنسبة ما شاء الله للجواز هيها قاعدة على البيض تمام، امورها كل شيء تمام. شلنا صوبة البواري شوية يومين، صار لي هي اليوم الثاني شايلها لانه مش محتاجها حاليا. تمام، ان شاء الله لما يشد الشتاء راح اجيب لي كمان بوريين، راح احط الصوب بهان واطلع البواري من هان هيك هيك، بديش احطها من هناك لانه اكتشفت بعد ما شلتها انه طلعوا كيف مسيحه، مش حارقه لاطع لطع بس مش حرق يا اخوان. تمام، يعني مخليته اسود، يعني لو ولعت كمان يومين ثلاث كمان مرتين ورا بعض بتولع الخشه. فالحمد لله يعني، فاضطريت اشيلها ان شاء الله راح اعملها اخليها واطيه عن الخشب كله تقريبا 10 سنتي، وبنشوف ان شاء الله شو بصير معنا. تمام، خليكم معي ان شاء الله يكون بلش يتنصب. هاي الحمام قاعده بتمشي، هاي في هنا كشتين، وفي هنا هسه راح يطلع كمان ثلاثة أربعة إن شاء الله. هسه أنا بطلع بالكوم، خليه بس يقطع شوي. هاي الحمام قاطع مع بعض، شوفوا شباب، هاي كشة واحد عبادي أو حراني والله ما بعرف بالضبط، وهاي كشة أبو سميح. في شوية حمام هنا هسه بطلعين، هنا في كشتين جنب بعض أبو أحمد وواحد جنبه، هنا في كم من واحد كمان. أنا شو راح أعمل اليوم؟ راح أأخر شوي عبان ما حمام أبو سميح تهدى، رغم إنه غلط أطلع بعد حمامه لأنه ممكن حمامه تربط حمامي وممكن أنا حمامي تربط حمامه، فراح أشوف خليها بس تزق حمامه من المشي راح أطلع أنا. تمام، يا إما بنشط حمامه يا إما حمامي بتهد مع حمامه، لأنه بتكون حمامه تعبت لأنه زمان هي مطلعها، شكله من الثلاثة مطلعها. أنا راح أستنى بس الكوم يتنصب وراح أطلع. تمام، خليكم معنا، راح اشرب الحمام نتفط مي كمان حتى الحمام تطلع شبعانه وعطشانه، مش شبعانه
يعني في شوية أكل ببطنهم وشوية مي. طبعا هذا يا إخوان أبو الزواجل سبب حمامه هيك. البرد الحمام فيها مشكلة. الحمام ما كان جناحها هيك، كانت هاي أقسم بالله تجيني على البرمة يا إخوان تشيل حمامي هيك غفط وتضلها رايحة أقسم بالله. شوف هسه شو صار، هايها هادي يعني غلط في التعامل معها، هذا الغلط في التعامل. لو انه منشرها فترة الشتاء ما صار هيك، ما صار هيك نهائي. تمام، شوفوا ما شاء الله حارتنا. طبعا كل سنة بكون الربيع اكثر من هيك، بس سبحان الله في الشتاء السنة مبين دائما والله بكون نص متر تقريبا. تمام، هاي حمام سميح، حمام لسه فيها حيل. هسه انا بطلع لها حمامي بتكمل عليها، بشدوا مع بعض بروحوا، بس استنى انا ايش الكوم. تمام، هاي طلع ابو احمد طلع حماماته، نستنى لنا ربع ساعه وبنرجع لكم، بس تبلش الامور نطلع حماماتنا، خليكم معنا. طب شباب رجعنا لكم. اللي كنت حاسب حسابه صار، الحمام طلعت وربطت في الحاره، بس يعني ايش هسه بتفك، هسه ماسك مع ابو سميح. هسه يا اما بتمشي مع بعض الحمام يا اما ايش بتضلها بالحاره، بس على الاغلب راح تمشي لانه حماماتها هي طالعات. هسه طلعن يعني ما لهنش 10 دقائق. تمام، افتحي. غلطات انا هيك عطلنا بعض، احنا شايفين اذا في حمام بدها تمشي بتبطل، بس هسه حمامي راح تفك اكيد. المشي لجوا اليوم هيك يا اخوان، المشي هسه مجرد ما تفك، واذا ما فكت هيها ماشية، هاي قاعدة بتقلب جوا، بس انا بديش اياها مع حمام ابو سميح، رغم انه ممكن اذا حمامه بتمشي اكثر من حمام بتمشيها، بس هاي بتقلب بالحارة تحت قاعدة. تمام، خليها، راح احاول افكها وبرجع لكم. هاي فكت الحمام، سوء للاسف يعني المفروض ما نطلعش مع بعض، بس يعني انا بدي امشي وهو بدي امشي. تمام، الحمام ربطت في المنطقه هسه، يا اما حمامي ربطته يا اما حمامه ربطتني على الاغلب يعني، بس بدنا نحاول هسه، بس مجرد ما تفك الحمام صح يطلع حماماته. برجع بضغط، الحمام لسه ما حميتش طبعا، يعني هسه راح تضلها طايره شوي هيك في الحاره، راح اضلني ضاغطها لحد ما تمشي. قطع له نوري اسود انا، طبعا ملبسها خلاخيل جديد كمان يا اخوان، يعني ممكن تاثر شوي هاي شغله الخلاخيل، بس انا هاي زي ما انا. هسه بتروح، هسه خليها بس تحمى شوي. هو المشكله سبقني هاي المره، سبقني طلع قبلي حمامه ايش راحت ومشت وخلصت وانا لسه، فهسه حمامي ايش انربطت، ممكن حمامي تكون ربطت حمامه كمان يا اخوان، يعني هان الفكره. فعشان هيك اذا كنتوا جيران يعني الواحد بخرب على واحد، يعني ممكن انا اكون خربت عليه، بس انا خلص يعني لازم اطلع، صار موعدي، عرفتوا كيف؟ فهو حمامه راحت ومشيت وخلصت، هو ما راح يزعل. ليش؟ لانه حمامه مشيت وخلصت. هسه ايش انا بدي اطلع حمامي، الفكره انه بدي اطلع حمامي، على الاغلب الحمام هيك راح تمشي، بس ايش بدها شوي. هسه بضغطها شوي، اليوم معيش اخوي يضغط عليها، فراح اضلني افصل وارجع. تمام، راح اضغط لكم اياها وارجع لكم، مش عارف اذا مقطوع الاشي او لا، بس بنرجع. شباب الحمام حميت، هيا بالحارة الثانية صارت تقالب، شايفينها هيا ماشية. هاي راجع هسه بتلف وبترجع، خلاص حميت، معي نوري اسود مش عارف لمين، بس الحمام يا دوبها حميت، بقدرش ما بقدر احطط فيها ولا اقدر اعمل فيها، صدقنا وتحمى بتحماي الحمام حتى ترد تطلع. تمام، النور الاسود هذا ما بعرف جاني من العالي، بس خليه مع الحمام، الحمام ما صدقت وتشد. شوفوا يا حمام هاي جناحها شد حيله، امورها تمام. هسه ايش بتروح، حميت، هو انا المفروض طلعتها اصلا قبل الموعد، بس لقيت ابو سميح ضاغط عليها مطلع حمامه، يعني
حقه الزلمة طلع قبلي عادي، ما هو حمامه ما شاء الله بتمشي أحسن من حمامي صراحة يعني. شوف النوري برادح هذا راح يخرب الحمام النوري. اطلع حبيبي الله يرضى عليك اطلع، والله ما بدي اياك اطلع. طلع كيف بيعمل يا اخوان؟ بديش اياه يا اخي، والله يرجع لي الحمام. شفته كيف صاير رادح؟ مش حركة والله ما هي حركة. شوف كيف برادح، هيو اخر الحمام يا اخوان. حطات لو تحطط فيه بحط، بس الحمام طلع شادة حيلها. بقدرش هسه بلشت تحمى يعني، مش هالحميان كمان. هيا قاعد بتقالب جوا، شوف المشي وين تحت. اغلبية المشي يا اخوان بالحارة تحت عشان الهواء. تمام هيا صارت تحت، وين صارت؟ بعدت. هيا يا دوب شوف اشي بده يقطع واشي لا. النوري طلع كيف جابها يا اخوان، طلع النوري طلع النوري كيف. هيو طلع كيف رجع الحمام. الله يخزيك لابو سميح، طلع الله لا يوفقك يا ابو سميح. هيك حركة هذا النوري تبعه شكله قوي. يلا مش مشكلة، الحمام طلع كيف قطعت رجعت نصين. هاي يلا مش مشكلة، النوري لابو سميح عادي. احنا مش عشان النوري، احنا عشان الحمام. الحمام فاتت جوا قطعت نصين يا اخوان، ناوي نرجعها. هاي طبعا لبستها كلها يا اخوان، معايا ثلاث حمامات ما كفنش الخلاخيل، خشنات بدهم خلاخيل خشنه. فمنيح منها انها طايره، ترى ديروا بالكم الطير لما يكون في رجليه خلاخيل وإشي مضايقه ما بيعرف يطير. فيعني احنا طلعناهم هيك مغامره. هاي مشت بلشت تفوت جوا، يا عين عليك. يلا روحي كفو عليك. هيا راحت غابت يا اخوان، راحت. شوفوا سرعة الجناح طبعا. ايوه روحي اضربي جوا، يا عين عليك. في طير معلي من الحمام، بعرف شو هو، هذا الي ولا لا ما بعرف. هيو جاي اعلى من الحمام. والله تعبت وانا بصور وبلوح، مش بلوح، برمي سفيحات قاعد. شوف السفيحات الحل الوحيد يعني، لانه فيش عندي حدا يلوح معي ولا حدا يصفر. اخوي امبارح كان معي يعني مساعدني. شوفوا يا اخوان وين قلبت، على الحاره الثانيه. هيا وين؟ عند الشمسات بين الغيوم. كفو عليكي. هيا هاني يا اخوان، شوف وين صلاه النبي. روحي. شو هذا الاحمر؟ هذا ايش؟ من كثر ما تفرجت من الشمس مش شايفه. هذا الي طبعا، لا مش الي. والله ما انا عارف، هذا السكسفون الاسود شكله يا اخوان. لبسته خلاخيل، الطير مش قادر يشيلهم. الله العظيم مو قادر يشيل الخلاخيل يا اخوان. وين راح؟ والله هو السكسفون الاسود. وين راح؟ بيجي. هو اصلا المشي هيو اجا، هيو شايفينه؟ هو المشي هيك اصلا تحت اليوم، المشي يا اخوان المشي اليوم تحت. تمام شوف الحمام حميت، شايفين هسه حميت يعني امورها تمام. السكسفوني هسه هذا بخذها وبروح. طبعا هذا ضرب الهاشمي يا اخوان. هسه بيجي لك واحد بيعلق بيقول لك بدور طريق يا اخوان، ما بدور طريق، بدي يمشي الحمام. هذا اللي بدور طريق بيطلع دغري وبيغيب نص ساعه ساعه وبرجع له، هذا اللي بدور. شوف يا اخوان الحمام كيف صارت، وين صارت؟ ما شاء الله خشت على شارع المية. طبعا يا اخوان ما بعرف شارع المية مش مبينه، مش عارف اذا مبينه من عندكم ولا لا. تمام هيا بتقالب، لسه بتقالب جوا، قاعد تقلب صلاه النبي. هيا رجعت راجع علينا. هيا هذا يا اخوان شوف شو عمل بحمامه. هذا الغلط تبعه انه ما نشر حمامه. والله العظيم كان عليها جناح صلاه النبي، كانت تجيني على بعد اذان المغرب تخفط فراخي غفط يا اخوان. هي رجعت حمامي. فيش اليوم كوم يا اخوان، ما حدش مطلع كثير فما كومتش الحمام، بس بهمش لصالحي على فكره، لصالحي. ليش؟ خلي حمامي تمشي شوي تحفظ مناطق اكثر. تمام لانه لا يعني عشان تكونوا عارفين حمامي مش قويه عناتر،
ركز معي، مش عناكر، حمامي مقويها جديد فترة، بس يعني بتذكر أول فيديوهات إلي كانت الحمام هذه، هاي الطائرة هسه ما كانتش تقدر تطلع على السور، والله العظيم إخوان هان وهان حمام كانت خش بغيار ومريضة وإنسة سخونية ورشح وسهال وقصة صطرمة، قعدت أعالج فيها يعني. أنا أسست قناتي عليهم يا إخوان. كيف أسست قناتي عليهم؟ بتدريبهم. بتدريبهم يا اخوان. والله العظيم في حمام، والله بدناش نحكي على السور هذا، على السور هذا ما كانت تقدر تطلع من كثر ما هي تعبانه. فيا اخوان بلشت معها من الصفر، يعني هذول قوايتهم جديد، يعني مش قوايا قدام، مش عشان نكون معكم يعني. في البوز المغبر او مين، اللهم صل على سيدنا محمد، بوز المغبر بس يمكن، والبندوق الاسود اللورنس الاسود يا اخوان، بس هذول القوايا، الباقي كله جديد، كله جديد، عالجته وطيرته. يعني في منهم فراخ سطحي طبعا، يعني مش انه ما فيش، بس ايش قويته، مش قوي دو. هاي طبعا انا المفروض كمان شوي اروح اصور عند شاب عندنا بالحارة، بس بعيد عنا شوي، المفروض اروح اصور عنده، بس هين انا بصور لكم فيديو ان شاء الله. اذا ما صورنا عنده اليوم راح ينزل الفيديو هذا مع الفيديو تبع امبارح اللي صدنا فيه المكاوي الاصفر. الحمام هيا ما شاء الله عليها جناح سريع، هسه لو انزل من على السطح عادي خلاص، الحمام اخذت خلاص من يوم طالع، اخذت موعد، حفظت موعد، هي رايحه تخلط في الشب التحت، بس حمامه ايش واطيه يا اخوان، حمامه واطيه، فما راح تجيبه، وانا بديش اياها تجيبه اصلا، ما بدي اياها تمسك، بدي اياها تروح تحفظ تغيب، هذا اللي بدي اياه. هاي بصور قاعد مش فاضيلك هسه، ايش بدك؟ هيا اكل، خلص بعدين، قاعد بصور هسه مش فاضي يا زلمة. هاي كومت يا اخوان، هاي طلع الكوم، حمامي خشت، هاي شايفين الكوم، هاي بلشت تكوم الحمام، هاي في كشة وهاي كشة، ابو سميح مطير شو محطط عشاني، الزلمة بفهم يعني، بقول لك بديش اخرب حمام ابو يوسف. هاي حمامي رايحة على الكوم يا اخوان، هاي حمامي خشة على الكوم، هاي خشة على الكوم. يلا روحي ولي، كفو عليكي، روحي على الكوم يلا. هسه المطلوب منك ما تخبط ولا تثقل ولا تعمل، خليها تخبط في الكوم وسيبها، لانك اذا بتشر بتكون انت من الجماعة الجعانة، بس خليها تروح على الكوم، تخش على الكوم وكتر الله خيرها. اذا ما خشت مش مشكلة، لانه يعتبر الكوم هذا لسه مش كامل، امتى بتكمل؟ طلع الحمام فهمان يا اخوان، شدت، لانه الكوم بالعالي دائما، مش الكوم فوق دار واحدة ودارين، دير بالكو، صح في كوم هان ماشي لسه قاعد بطلع، هذول ثلاث كشيشة جنب بعض، والرابع هيو، هاي هديك الحمام تفهم. ليش بتفهم ابو يوسف؟ لانه الكوم بالعالي مش الكوم بالواطي، هاي الكوم بلش يبني، لسه قاعد ايش؟ قاعد بجمع بعضه، تمام؟ هذيك الحمام تستنى الكوم يطلع لها، ركزوا معي. هذيك الحمام تستنى الكوم يطلع لها، هاي ثلاث كشات من داري كشتين قاعدين ايش؟ بيحموا عشان يطلعوا، بينما الكوم فوق. شوف حمامي شو عامل انا؟ وينها؟ وين حمامي؟ حجه؟ حمام ضاع. حمامي وينها؟ ايه؟ هيا جاية من تحت، هذول قطعين لحالهن تمام. هاي حمامي جاية من تحت، بس حمامي ايش يا اخوان؟ عارفة انه الكوم بالعالي، الكوم دايما بالعالي، لا تجيني بكوم واطي، هاي الكوم فوق يا اخوان، هديك الحمامات فهمانة، هاي الحمام لسه قاعدة بتعلى، مع العلم تقدر تنزل عليهم تاخدهم، بس شو الفايدة بالكوم الواطي؟ هيك بعتبر عبرمة، بنصاد لك اشي منهم. هاي حمامي طالعة بالعالي يا اخوان، شايفين؟ في طيرين مأخراك، هذا الطباشير جديد طبعا يا اخوان، وطبعا غلط انك تدز دناب، تمام؟ بس ما فيش يعني، ما عندي، ايش اعمل؟ بدنا 10 بواز 20 بوز نمشيهم على الكوم ان شاء الله عن قريب مع هدول، بس هسا اللي عندي بطلعه، تمام؟ بطلعه، بعرف انه غلط تكش دناب، انا بعرف، ما حدا يعلق لي، انا بعرف انه غلط تكش دناب، لكن هذا الموجود، وما شاء الله عليه قوي يعني، له 3 ايام بطلعه، هي لا اليوم الثاني بطلعه على الكوم، او على الموعد يعني، خلينا نفترض. تمام؟ هسه احنا بنستنى في الكوم ينتصب، هاي شايفين؟ هاي
هاي شايفين هذا هذه الحمامتين هذول الحمامة هاف هذا الصح قاعد بستنى في الكوم يتنصب يعلى تمام زائد انهم طلعوا متاخر اصلا لانه هذاك الزلمه دائما بكون موعده قبل هيك بشوي وابو سميح وانا والشاب ابو احمد هاي حمامه ابو احمد حمامه ما شاء الله عليها شيء جميل طلع تستنى بالكوم بس بقول اطلع يا الكوم طلع الكوم فش على الفاضي طبعا هذيك المنطقه واطيه يا اخوان هو عالي هيك بالنسبه هيك هو عالي بس ايش مش عالي بالنسبه للحمام تبعتنا شوف حمامي وين هاي تستنى بالكوم بس تستنى بالكوم هاي تستنى بالكوم بقول له اطلع بستناك انا شايفين هاي حمامي بتقول له اطلع هاي حمامي ما شاء الله عنها هايها ماشية حمية طبعا حمامي عشان خشنة يا اخوان بدها فترة تقعد تطير فيها شوي حتى تحمى وتطلع تمام هاي خلطين ما خلطنش خلطين ما خلطنش ماشيات جنب بعض خليهم بديش اياهن يخلطن هسه ما بدي اياهن يخلطن هسه بخلطن لا حمام ابو احمد ما قلبت لو حمام ابو احمد قلبت خلطت معي مش مشكله مبدئيا يا اخوان تدريب للطباشيري طباشيري قراكطه اللي بطلعوا انا اللي برفعها تدريب له منيح انها تاخذوا الحمام وتوديه وتجيبه وتوديه وتجيبه وتحفظوا المنطقه عشان لو انقطع لحاله يعرف كيف يرجع عشان يعرف كيف يرجع هاي الحمام شايفين كيف يا اخوان امبارح ما كان في شيء تعليم اليوم كله تعليم اليوم كله تعليم اذا طلعت هاي السكسفون اشتغل دو هاي السكسفون اشتغل هاي بقولها الحقيني شوف كيف برادح انت يا اخوان اللي بقول لي راح يشرد والله ما راح يشرد الطير بقولها الحقيني بس بدي اوديك تلعبي الطير اللي بده يشرد يا اخوان بضله ماخذ بوجهه هيك ناحيه عمان وبشرد هو طير الهاشمي قوي الهاشمي كمان لعلمكم قوي الهاشمي شو بيعمل الحمام لحقته ما لحقته بضله ماعط بس هذا يا اخوان بلحق الحمام هاي شوف وين راحت الحمام هاي راحت نواحي ناش نحكي راحت على عمان نواحي عمان يعني طريق انه تكشف على عمان قاعدة طبعا مش انه يعني احنا رايحة على عمان الحمام قوية لا يعني هيك اتجاه عمان هيك اتجاه المطار يا اخوان وشارع المية والمطار والشغلات هاي هيك مناطق ثانية كمان بتحكوا على الموقر هيك الاسكان والخربة والشغلات هاي تمام فالطير انت بتعرف لحالك الطير ترك الحمام وما ردح لها وضلوا ماعد جوا هيك بتحكي الطير بدور اهله خش هيك بتحكي بدور بس خش هيك بدور برجع هيك برجع هيك برجع هيك برجع هيك وهيك ما برجع يعني حط امل ضعيف انه يرجع اذا قطع هيك وغاب ساعة او هيك وغاب ساعة اعتبره ما راح يرجع خلاص اليوم غاب ساعة بكرة ما برجع تمام بينما الطير بيطلع من حمامك هيك وبردح لها وبرد بليف وبرجع بردح لها بروح وبرطلع وبردح لها برد يرجع وبردح لها الطير بقولها تعالي بدي اسحبك هاي في طير على الواطي بديش بس حمامي يرجع توطيت هيك هذا قاعد بقولها تعالي بدي اخذك بدنا نمشي تعالي نروح نلعب في اماكن ثانيه بس الحمام مش مطوعيته شايفين ابو سميح شباب ما طير ابو سميح ما طير الزلمه فهمان بقول لك منا يعني ما بزبط لازم واحد فينا يحطك بس انا ايش خليت له مجال امبارح حرام قال لي انا بستناك تخلص كش عشان اطلع حمامي لانه سبحان الله انا وياه حشرنا حمامنا موعد بنفس اليوم يعني امبارح هو قرر وانا قررت وما بنعرف عن بعض هاي انا وياه ما بنعرف عن بعض فسبحان الله امبارح رن علي بيقول لي يا زلمه انت محاشر موعد حمامه بقول له اه والله بقول لي يا زلمه انا لي اسبوعين ما مش حاشر حمامي موعد يوم ما انت حشرتها معك فما شاء الله عليه هو صاحبي يعني من زمان صديق طفوله وما شاء الله عليه زلمه محترم يعني وامورنا تمام يعني ما عمرناش اختلفنا اي شيء يعني تمام حتى على الطيور ما عمرنا اختلفنا الحمد لله الزلمه محترم ما بقصر معي وانا الحمد لله يعني باللي بقدر عليه بقدرش اقصر عليه بقدرش اقصر معه روحي ولك روحي هاي شوف السكسفون يا اخوان الخلخيل اللي برجليه مدقلين هو اصلا مش شايل صغير هالقد يا اخوان السكسفوني فمش شايل حاله يا حرام هيك الحمام بجوز صار لها تقريبا ما يقارب نص ساعة طايرة منيح كثير تمام
هسه انا ايش راح احطط. طبعا هي ابو احمد، ابو ابراهيم شكله اسمه، والله ما نعرف، مو اسمه محمد. طلع شويه حمامات هي زودها يعني، تمام. هاي الحمامات هسه هدول راح اعطيهم كمان 5 دقائق واحطط، لانه ابو سميح راح يرد يطلع يمشي، انا متاكد. طبعا الكوم لساته تحت واطي، في الواطي، المنطقه هذيك واطيه يا اخوان، يعني هو في كوم بس المنطقه هذيك واطيه، تمام. ف بالنسبه لهم هيك منيح، بس انا بالنسبه لي ما بزبط، بالنسبه لي انا ما بزبط، شايفين؟ بالنسبه لي ما بزبط، بالنسبه لحمام ابو احمد ما بزبط، بدنا الحمام بالمجال اخوان. الكوم بالعالي بالعالي بالعالي، الكوم بالعالي، بتعرف وين بالعالي؟ يعني يا دوب مبين الحمام، بعدين بتضلها ماسكه ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، اللي الله قدرها عليه. الحمام يا اللي بتتعب بتفك لحالها وبتطلع. طبعا في ناس، لكن عندنا بالحاره الحمد لله ما في هذا الحكي. هاي الحكي هذا ما في عندنا بالحاره، اللي هو انك اول ما تدق الحمام في بعض تشر وتثقل وتطعب وتخرب الدنيا، لا ما في هذا عندنا الحكي. احنا عندنا بس الحمام تفك وكلها صيد اغلبيتها ببعض، يعني مجرد ما الحمام تمسك مع بعض خلاص بتسيبها بتنساها، بس بتضلك تلوح طبعا، اشي طبيعي. او اذا حمامك ملهاش على التلويحه خلاص بتضلها قاعده في هالكوم وقاعده ورايحه راسها، تمام. بس ما بشره، ما بثقله، ما بزتوا لك طير بالعمدة نخلي حمامك تفك، لا، بخلوها بما تفك لحالها طير طير زي هيك، تفك كل واحد طير لحاله. بعديها ايش اذا معه شيء؟ هي صاد معوش شيء، اموره تمام. طبعا هاي الحركه حلوه وجديده صايره عندنا صراحه، يعني قبل كانت اول ما تدق بسرعه يا معلم حط او ثقل، هسه لا، ما في عندنا. تخلط الحمام في بعض، الحمام مجرد ما تخلط ببعض يدوب تفك، مجرد ما تفك خلاص عمي اعمل اللي بدك اياه، خلاص فكت كل كشه راحت لحالها، اعمل اللي بدك اياه. بعدين دائما كومنا هان تقريبا ما يقارب يعني هيك المجال، هيك 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 هيك، يعني في المنطقه هاي دائما هيك بالنص هاي، يعني جاي بين كل البيوت، تمام. هاي الحمام هاي خلص هيك بدنا نعطيها، ننزل لها اللويحه عشان نخلي ابو سميح يطلع يمشي. هسه حمام ترجع تمشي كمان، انا لو بدي اضغطها بمشيها، بس بديش امشيها خلص هيك بعطيها كفايتها، لانه ايش برضو الحمام مش ماغده جوها. راح احطط وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. بتمنى اذا شاهدتنا لاخر تعملنا لايك واشتراك في القناه، واهلا وسهلا في الجميع، والسلام عليكم.